أقام قسم هندسة النفط في كلية الهندسة في جامعة ميسان وبالتعاون مع شركة نفط ميسان ندوة علمية تخصصية بعنوان التشققات الهيدروليكية وعلاقتها بإنتاج النفط بحضور عدد من مسؤولي الأقسام والشعب ومهندسي النفط في جامعة ميسان والشركة. تتشرف كلية الهندسة بإقامة ندوة تخصصية حول التشققات الهيدروديناميكية في المكامن النفطية وتأثيرها على إنتاج النفط وخاصة في محافظة ميسان. طبعا تعمل كلية الهندسة دؤوبة على ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي وخاصة بالنسبة لاختصاص هندسة النفط، لأن النفط يمثل مصدر الأساسي للاقتصاد العراقي وخاصة في المكامن التي تتعرض إلى إنتاج متزايد التي دائما يتم فيها انخفاض في الضغط والطاقة الإنتاجية. لذلك تعمل شركة نفط ميسان والشركات العاملة على زيادة إنتاج النفط عن طريق إجراء التشققات الهيدروديناميكية داخل الطبقات المكمنية، والتي تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. وطبعا تضمنت الندوة عدة محاور، منها التعريف بأساسيات التشققات الهيدروديناميكية التي ألقاها الأستاذ الدكتور محمد عبد الأمير، كذلك معرفة تأثيرات الإتشادات الستريس الناتجة للطبقات الأرضية والمصاحبة لعمليات التشققات الهيدروديناميكية ألقاها المدرس الدكتور حيدر حسان، إضافة إلى محاضرة ألقاها المهندس أحمد رحيم مسؤول قسم التشغيل في شركة نفط ميسان، وذكر فيه التشققات الهيدروديناميكية الموجودة في حقول الحلفاية. وتضمنت الندوة عددا من المحاور، فضلا عن نبذة مختصرة عن تنفيذ أول عملية تشقق هيدروليكي في حقل الحلفاية النفطي في المحافظة. شركتنا قامت بإجراء عملية تشقيق هيدروليكي، هي الأولى في العراق وفي ميسان على مستوى تشقيق هيدروليكي لأحد الآبار حقل الحلفاية، وكانت عملية ناجحة.